انا هعيد الانترو لتالت مره، وده بقى مش عارف غالبا ممكن بقى من لذاذه الضيف ولا ده كهربا زياده في اللوكيشن. هشام ماجد عمر متولي. ازيك هشام؟ ازيك عمر؟ يا جماعه انا بعشق حاجه اسمها هشام ماجد، وهو اصلا انا متاكد انه ما يعرفش ان انا بحبه للدرجه دي، لسه مش متخيل قوي. الله يخليك يا عمر. مش حاجات بقى اللي بتاعت احنا عملنا ده مرتين فاحنا تقريبا نفس المعنى. بس عايز اقول كده فعلا والله، انا فعلا يا هشام في الاول ما كنتش حبك قوي، يعني كنت شايفك اضعف ضلع في التلاتة، او الحلوه اللي جايبينه وقفوه يظبطوا الكادر او الافيش كده، وكنت مسميك الابلكاش صراحه. والله يعني كويس عمر ان انا ما كنتش صاحبك قوي ساعتها، كان زمان ما كملتش حاجه خالص، ما كنتش هيعجبك رايي. ايوه لا، وما كنت، وكمان كنت متوقع ان انت مش هتكمل قوي، يعني قلت ده اول واحد هيشفت كارير. انت كمان بتقول لاصحابك الحاجه صريحه ولا جدا جدا؟ ها بس هقول لك حاجه بقى بجد والله، فعلا انا توقعاتي في الحاجات دي مش بتقلش كتير، يعني انت من القليلين اللي انا قلت وجلت. الحمد لله. الحمد لله ان فعلا وقتها ما كنتش اعرفك وقلت لك رايك، ممكن احبطك جدا. صح. واقول لك حاجه، فهمي كان دمه تقيل على قلبي في الاول، هو كان شيكو اللي فاكك بالنسبه لي في اول فيلم اللي هو بتاع ورقه شفر، بعد كده فكيت معاه كنتوا الثلاثه في سمير وشهير وبهير. ده كان هادي وفيلم بسيط بس مظبوط، عارف فيه ظبطه حلوه كده، والثلاثه كل واحد في خطه، فعرفت احسك يعني، عرفت افهم انت لونك ايه. هشام ماجد يا جماعه التايب بتاعه او النوع بتاعه في من الكوميديانات الامريكاني شويه، اللي هو ايه، اللي هو ممكن يبقى مديك بوكر فيس عامل كده وساكت، او مدي بتاع متنحلك ده، وفجاه يقول حاجه بلا اي مشاعر وبلا اي رياكشن بس يموتك يقتلك. صح صح. ايوه بيبان. ف والنوع ده واللون ده مش موجود قوي في مصر، اذا كان موجود يعني. فا يا استاذ بقى مازو، وبالمناسبه انا بحب الاسم ده، الاسم ده اختيارك ولا المؤلف المسلسل؟ الاسم ده هو اسم محمد الليسي، وده ابن اخت معتز التوني، هو معنا في المسلسل. احنا كنا بندور على اسم، وجاء محمد زار معتز في المكتب واحنا شغالين، فمعتز قال له يا مازو مش عارف، قلت بس هو انا عايز مازو ده. ممتاز. انا عايز مازو. صح. اسم حلو فعلا، بحبه كاتشي جدا. ايوه ويعلق اكتر من وسيم يلخبطك على ما تفتكره. أيوة. زي مازو. هنرجع للمسلسل ده عشان انا بحبه قوي. طب انا خايف بس عمر ان انا ابوظ لك البرنامج، عشان انت بتسال اسئله كتير اللي هي لازم تخسرني حد، وانا انت لا لا لا. انا مش هخسر حد عشان قللت منها. لا ما تقلقش، مش هتحصل. ما تقلقش، هتقعد تضحك مع اصحابك في رمضان، انا مش هخسر حد. منطق والله. صح، انا هخسر اصحابي عشان انت تهزر ساعتها. لا هقول لك حاجه بس، انا يعني اكتر ضيف مهذب وخجول وما يليقش على لكلك ولا ان احنا نقعد نلعب اللعبه دي والهزار ده، كان طارق الليبياني حبيبي. يعني اخويا وعدت يعني، تلاقي الحلقه لطيفه على قلبك فاهم، فده كان اكتر واحد متعب فاهم، فانت مهما كنت يعني مش هتتعب، مش هتبوظ الحلقه. طارق مؤدب قوي يعني لدرجه غلط. ربنا يهديك يا حبيبي وتبقى وتفك كده، تبقى عديم الاخلاق. لو حد تعمل ايه؟ سلام يا عم. طب خلاص. تحب مين المغنيين؟ بحب كتير، بحب عمرو دياب، بحب فضل شاكر. الله اعلم ان كنت بحلم. والله انت حلو. بحبه قوي. وشيرين، انغام. طب مين فيهم؟ شيرين ولا انغام؟ الاثنين بحبه يعني فشخ. ممكن شيرين. صح. في حته المصري السمره دي بتجنني. هايله. وانغام برضو احساس فظيع. تمام. بس انا زيك بحب الاتنين قوي، وفي كتف سنه لشيرين. انا لا جاي اقول لك اقلع. احمد السقا وكريم عبد العزيز وعز، رتبهم لي بالثلاث بالترتيب. واحد اثنين ثلاثه. مش قلت لك مش هخسر حد عشان لا لا. ايه ده ايه ده، وانا بقول لك وانا هقول لك رتبهم لي في سباق رمضان. انا بقول لك رتبهم لي كايه يعني. بص لو انا قلت لك كايه ده اللي يقلل منهم، هقول لك كنجوميه كموهبه كتمثيل كده احنا بنضغط، لكن انا لما اقول لك عامه رتب لي الثلاثه، انت بتحب الثلاثه بس بتثبتني وبتلف وحلزوني. بحاول. وعلى فكره انا غيرتها عشانك، ما رضيتش اقول لك مين، بخلي واحد. انا مثلا ممكن اقول مثلا مين اولهم. انا بحب كريم عبد العزيز قوي عشان هو اكتر واحد فيهم عمل كوميدي، عنده التوازن بين الاثنين، وانا ممثل كوميدي فهو يمكن اقرب لي. ما انت رايك شبهي. طيب مين اتنين بقى، سقا ولا عز؟ الاثنين سؤال صعب. والله العظيم الاثنين جامدين قوي. لا لا كمان الاثنين عاملين، الاثنين عملوا افلام بالظبط، عاملين تاريخ وكريدت ممتاز يعني الاثنين. مش خدت الاولاني خلاص. قول لي واحد منهم. زقه بس في حركه كده. سقه اقدم سنه كمان. عشان اقدم شويه. وبعدين تيتو برضه. انا بحب الجزيره قوي.
احلى فيلم اكشن مصري بحبه شفته في حياتي الجزيرة واحد. برافو هشام ماجد والله العظيم. انت من القاهرة اصلا؟ انا من القاهرة يعني. عائلتك او اسرتك ليها اصول تانية غير القاهرة؟ يعني ابويا من المحلة بس انا ما روحتهاش عمري، بس انا اتولدت في القاهرة يعني. اوكي انت محلاوي يعني الاصل زي بالزاوي. دي تنجد عشان بقى كان نلعب. هو انا ليه عندي احساس انه انتوا بتكتبوا السيناريوهات زمان كنت انت اقل اجر في الثلاثة، يعني تاخد اقل نصيب في الفلوس؟ لا مش صح، احنا كنا بناخد رقم واحد بيتقسم على ثلاثة بالثلاثة على طول من الاول. الرول ده ثابت للاخر. اكتر فيلم بقى في اللي انتوا كتبتهم انت حسيت انك ما شاركتش فيه قوي، يعني حسيت انك كنت يعني ماشي معهم الليلة، ما شاركتش لا بضحك ولا باقتراحات قوي ولا بحاجة؟ انا عارف الشغل بقى في الكتابة يعني. اه احنا كتبنا مع بعض ايه، استنى، ورقة شفرة وسمير وشهير وبهير وبنات العم. لا كلهم شاركت الصراحة. مفيش اسألهم حتى. اه انت كلمهم اسألهم. انت مش كسول ها؟ انا؟ اه لا خالص خالص خالص. اوكي ما ليه مسميني الالمان؟ آه. عشان الشغل. اوكي انت كنت بقى قبل التمثيل اشتغل في حاجه في اوتيل او في حته او في فين؟ كنت مهندس في اوتيل اه في مصر، في الغردقه شويه وفي شرم الشيخ شويه. انا مش هالف، انا من متابعين اللعبه. لا بجد انا بص عايز اقول لك حاجه، انا جمله ان في اتنين بيجي لهم تليفون بلعبه تحدي بينهم كل حلقه، دي الجمله دي لوحدها بالنسبه لي اقعد اسقف طول السنه يعني. ليه بقى؟ تقدر تعمل 2500 حلقه بالفكره دي، هي بس انت وشطارتك بقى. ايوه عشان كده فيلم هوسن بتاعي ده شويه هوسن بتاعي. ده فيلم تراجيدي اجنبي اصلا. ايوه تراجيدي ده في لا ده تراجيدي بس ده تناول مجلس، ده التناول بتاعكم على ما بقول لك يعني. بص يعني بقى عامل ازاي عندنا، بس هي صعبه برضه. اه متعبه. بص بص هو التلفزيون متعب جدا للي بيكتب، كارثه. لا الضحك بالذات تخيل بقى في الكوميديا بقى العذاب، وفي الحاجات اللي ليها اجزاء صعبه صعبه قوي قوي جدا. بس حتى لو الموسم مهبط، حتى لو في حاجه مش عارف ايه، لازم تلاقي حلقتين ثلاثه تحف. وانا في حلقه بقى بحبها قوي يا فتحي، اللي هو اللعبه حكمت عليكم كل واحد يقف في المكان اللي هو فيه ما يتحركش. أيوة أيوة. أيا كان هو فين، فلف دكتب الوزير واللي في البسين واللي حلوة حلاوة الفكرة. لا وفي برضو تحدي تاني كان غريب جدا، بتقف تعمل اللي انت عملته آخر حاجة عملتها تفضل تكررها. أيوة أيوة صح فاكر تكررها. أيوة أيوة دي حلوة قوي دي. أيوة. أنت كان إيه اللي بتكرره؟ لا أنا فاكر كان عارف عبد الرسول يعني بتاخد حقنة. أيوة فماتت من كتر ما جوزها قاعد يديها الحقنة تاني 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 صح. أنا كنت بعمل إيه مش فاكر أنا كنت بعمل. ساعدونه وساعدوني. أيوة لا 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 ما عمل الحادثة وأنا اتعورت في العربية. ساعدون ساعدون مش أنا، ساعدون راح المستشفى. ساعدون اسمعني يلا عيد النكتة الوحشة اللي قلتها من شوية. نكتة لا أنا مش فاكر، أنا فقدت الذاكرة. عيد النكتة يا ساعدون يلا. ظالم نكتة. لا مرة واحد زملكاوي مرته زهقت منه قالت له روح انت، قال لها طب اسمعيني بس. يا نهار اسود، دي اصعب من حادثة. انت ازاي على طول ليه؟ خش كده خش كده. فالحادثة تاني تاني والالماني ونعيد الحادثة ومزو حيوان واقول له دماغي والدم وتخبط في الازاز وكده. متعب بس من اهم حاجاتك وذكرياتك صح؟ اللعبة. مين؟ اللعبة طبعا صح؟ الأهم رغم تعبه يعني صح؟ الأهم على الإطلاق. أنا شايف كده لأن كمان الأطفال بيعشقوا. بص أنا هقول لك على حاجة، الحمد لله رب العالمين الواحد في مسيرته يعني كانت في حاجات مضيئة كتير وكبيرة. نجاح اللعبة مدوي. أنا ما بحبش أتكلم عن حاجة أنا موجود فيها. لا 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 وأنا متواضع جدا أنت عارفين. جدا. عايز اقول لك ان انا سافر في اي حته لدرجه فرنسا ما بيتكلموش بالعربي بتوع شمال افريقيا. هو اهم انتاج لشاهد اصلا طبعا في رايي بقى، وانا في رايي كمان الموضوع عائلي معايا برضه. ومن اهم المسلسلات الكوميديه في تاريخ الدراما المصريه. لا لا ده حقيقي والله، انا مش بحب اقول كده بس لا لا لا. ومش معناه ده كده ان هو كل حاجه بيرفكت، في حاجات بتبقى مش حلوه، في حلقات بتبقى بس اوفرول هذه المنظومه حلوه الليله دي كلها. بس الصناع بيقفوا يعني الجزء الثالث كان فيه سقط طحيح. الجزء الرابع عشان كده احلى احلى واحلى أحلى. واحلى جزء بقول لك انا عجبني قوي لما الاوضه اللي كان لازم يخرج منها وسيم دي اللي هي فيها حطين عاملين ايوه وقعد يخس عشان يخرج. ايوه دي مش دي كانت قفله الجزء الاخير باين حاجه كده حلقتين دي في الاول. لا اللي هي انت بتقول على السجن ولا الاوضه؟ الاوضه اللي كل واحد يوم دخل اوضه. ده الجزء الرابع ده صح دي. لا كانت حلوه. لا لا تحيه اللعبه.
مين كاريزمته اكتر؟ عنده كاريزما اكتر، عادل امام ولا انا؟ عادل امام. انت بتهزر بتتكلم كده؟ انا بتكلم جد. ايوه يا عم، انت اللي بتهزر بتتكلم جد. ايوه انا بتكلم بجد. قال لك الواد ده خال. ايه ده بتطيب؟ بتطيب خاطري يعني؟ زعنفه ال زعنفه منه. انت بتطيب خاطري في الاخر؟ ما انا اقول لك الحقيقه، يعني عادل امام كاريزمته اعلى من كاريزمتي. انت لو سالت اي حد في الشارع هيقول اه. ليه عامل ايه عادل امام؟ عمل حاجات كتير، ده كفايه بالبوست. مش دي نهايتي اللي انا بقوله دلوقتي ده؟ نهايتك؟ اه. يعني مش عارف. ولا الواحد يقول الحقيقه بقى وخلاص. لو شافك هيروق. حرام تعالى. دخلنا في عادل امام. يا عم بقى حرام عليك. لا وفي الكاريزما كمان. بقول لك ايه؟ مين الشاشه؟ الشاشه؟ اه لقب في بس ده عيب ولا عيب؟ لا لا لا. يعني دي حاجه وحشه ولا لا؟ لا. امال ايه؟ مش لا دي حاجه حلوه، دي رمز الاغراء يعني. اللي هي ايه بقى؟ رمز اغراء. يا عم الله يسترك بقى. الله يحنن عليك بقى. الله يحنن. انت ليه عايز تدمرني؟ ليه كده؟ انا راجل على باب الله ماليش في الحاجات دي. طب مين هيموكلار المسرح؟ هيموكلار المسرح؟ اه مين ياخد لقب هيموكلار المسرح؟ هو غريب قوي. خالك صيدلاني. في حاجه تحس انه مش عارف ليه لما قلت كده. ايوه اجي في دماغي توتا بالظبط. والله العظيم هو ده اللعبه. لا مش بهزر. لا خلاص انت كده جت في دماغي. حلو. ما اعرفش يبقى توتا ياخد لقب. ده على فكره ده لقب عظيم. انت عارف يعني ايه حاجه انا مش فاهم عليها؟ هيموكلار المسرح. اه بيسكن الخشبه بالظبط، بيليسها. الله ينور عليك. انا مش عارف انا شفت توتا ليه وانت شفت الاول كل رز بلبن. انا جايب له يا جماعه رز، احلى رز بلبن في 6 اكتوبر كلها. رز بلبن شبيطه دايري ده. قول لي يا فتحي كده انا صح ولا ببالغ؟ طعمه جميل. دايما مظبوط. جميله قوي. بس انت ما بتحبش المهلبيه؟ بقى جدا والله. بس احب الحاجات يعني المهلبيه متعه اللقطه على طول دي. انا عايز اقول لك هو الاشهر. بس انا احب الرز بلبن اشهر طبعا. المهم النجاح يعني حلو ولا جميل قوي. قول لي بقى تعمل ايه مع الاتي الحاقد؟ احلى حاجه ده من احلى الحاجات. اعتزل ما اذكرت على طول. تقيل الدم؟ لا 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 لا. ماذا تفعل معه؟ عيان ممكن اطول عليه. وفي بقى في تقيل الدم ومصر على الاستنطاف. كلب ده لو بيمثل على زوجة. تعمل ايه مع اللي طيب زياده عن اللزوم؟ ابقى طيب معاه عشان هو غلبان. انا بيوترني. انت عارف انا بعرف اتعامل مع الناس السخيفه كويس جدا، بس اللي غلبان قوي ده بيوترني. او اللي هو طيب فعلا، اللي بيبقى فعلا نضيف نقي. لا مش بحب الناس الصحيحة. لا تعرف تتعامل معاه ده حاجة، وإنما الغلبان قوي ده بيقلق عليه يعني. بالظبط. خد بالك يا عم. أيوه بالظبط. تعمل إيه مع الفيلن قوي الطاغية؟ بيقول لك الكبر على أهل الكبر صدقة. يا جماعة حكيم خد بالك ما يغركش الضحك والهزار. أنا عايز أقول لك على حاجة، الأمثال المصرية دي عمرها ما ده حقيقي. الحكم كله صدق. تعمل إيه مع الكذاب؟ ده ما بعرفوش. انا دي اكتر شخصيه بكره على طول. ما بعرفش اتعامل معاه، ما بعرفش اثق فيه. لا خلاص ده ما بعرفش اسمعه. فاهم؟ خلاص ما بقعد احلل بقى بيكذب ولا حتى لو قال بعد كده الصدق باظت خلاص. لو ليه حكم تحكمه على ستات مصر ليوم واحد وينفذوا الحكم، فما هو حكمك؟ اللي هي موضوع عمليات التجميل والحاجات اللي بيعملوها والفيلر واللي مش عايزها ممنوع. ايه يعني ايه؟ اللي مش ضروري ليها ما تعملوش. اللي مش حاجه لازمه ليها. اللي بعد عنك مثلا معاها الحكايه. ايوه. لكن اللي تتدلع بقى وعايزه شفت مش عارف ايه مفيش شفه. ممنوع. حكايه جميله يا جماعه. أيوة. هي حكايه مشوار بنمشيه. هو في حد بيفضل حلو على طول؟ ما انت تعيش سنك اللي هو ما انت كنت حلوه وكبرتي وهتفضلي حلوه برضه. بس مفيش حد بياخد زمنه وزمن غيره. مين ياخد لقب في الحاس اللب ده؟ ده ممكن الواد اسس عشان شكل في 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 يعني مش مفهوم. اسس هيتحمل برضه، هو ملمبابه زينا وهيتحمل. مين انتينال الوسط الفني؟ وانا عندي اجابه جت في بالي حالا بس مش هغششك. لا يا راجل. والله انا حاسه اشرف زكي. بس الانتينال لا، الانتينال مريح وبيسهل. لا عشان الانتينال ده بتاع المعده. انت اتلخبطت ليه؟ لا ده بتاع الاسهال. بيفك؟ لا بيمسك البطن. بيمسك. ايوه. يبقى مش اشرف. شوف مين بقى عكس. شوف مين بيعطلنا. لا ما بقول لك. مش عارف مين انتينال. مين انتينال؟ وانت ماضي مع صيدليه برعايه العزبي. لو جاي لك محمد منير ضيف هتطبخ له ايه؟ ده حبيبي ده.
قناه بحر بتتبحر. فته ولحمه فتايه حلوه ولحمه خروف وليمه زي العرب. فته واللحمه دي الوليمه. لو جالك طاهر ابو ليلى تطبخ له ايه؟ طاهر ابو ليلى حشائش. حشائش جز مش قادر واخده انزل ناكل تحت مش كومباوند نعضعض في الارض. انت هتخسرنا كل الناس. تطبخ ايه الاصاله؟ بالله عصير برتقال وخليها تنزل. اي حاجه انا ما اعرفش مش قادر كيفها ايه. ما انا مش عارف كيفها ايه. تطبخ لنا ايه؟ هتبحلك برضو برضو. ايه يا عم ده الدرع ده؟ هجيب لك مندي. بص مندي. لا لا انا مش بتحبه؟ لا انا احب اكل البحر بصراحه. والله العظيم خاص عليك جمبري. لا يا لهوي ده المفضل. جمبري وجمبري وسهليه يا لهوي مشويه. ماشي انا احكي لكم قصه. هي بص انا هي عدت على خير في الاخر بس هي من قصص المروعه واللحظات اللي انا شفت فيها جانب رقيق جدا عند احمد فتحي. يا جماعه احنا بنصور السنه اللي فاتت مسلسل بتاع حبيب قلبي محمد سعد بتاع السنه اللي فاتت ومشهد معانا بنت. انا قاعد معايا بنت في مشهد ومفروض في اثناء المشهد داخل عليا فتحي ومعايا ايه طفل في البتاع بتاعته الكرسي بتاعه اللي شايله طفل رضيع وده بيبقى اثناء المشهد وده مين الولد ده وده ابني وخليه هنا اللي دي ده الاحداث يعني واكشن وفتحي داخل وفجاه الواد وقع. الواد راح مقلوب يا جماعه وبقى حاجه ايه اللي ما بتحصلش. البتاع كل البتاع اللي ماسكه فتحي فيه فك من نفسه كده وفك فكه ايه من ناحيه واحده مش الناحيتين ففك نزل فتح كده راح الولد نازل مقلوب على ايه بقى الشاريو اللي هو عندنا حاجه عامله زي قضبان القطر بالظبط حديد اللي بيتركب عليها الكاميرا والكرسي بتاع المصور وبيتحركوا عليها. فالولد وقع بوم على وشه طفل رضيع على وشه وفي البتاع وصريخ. الراجل ده من كتر بص بقى اللي عامل كده ده من كتر الخضه اللي هو اتخضها حصل لحظه اتخشب لثواني كده او اللي هو ايه هو عامه اللوكيشن كله اتخشب في اللحظه دي. انا معرفش ايه قمت بسرعه مسكت الولد رفعته وجري كده بيه مش عارف بقى عارف انا اصلا رفعت الولد لقيت بقه عامل كده ودم نازل فطفل رضيع واحنا بقى ايه حاله. ورحت طالع على بره كده لقيت اهله ابوه وعمه ومامته وحد كده موجودين راحوا واخدينه وطلعوا بيه على المستشفى. الحمد لله عدت على خير والطفل زي الفل كان وعدت الحمد لله. بس انا بقى ايه راجع مخضوضين كلنا في تنشنه وبعدين ببص بقى لاحمد فتحي يا جماعه انسى اللي قاعد ده بره الدنيا وايده بتترعش كده خفيف وساكت خالص ومفيش اي رياكشن. كان هيحصل له حاجه اليوم ده لحد ما جالنا التليفون بتاع الواد ايه كويس في المستشفى. فاكتشفت انك رقيق قوي مش مرهق في الحس خالص ورا الكاوتشة في قلب يا ساتر. لا ده في قلب خصاية ابيض حلو. احساسك ايه في اليوم ده؟ لا ده انا ما كنتش ما حصل ده ما كنتش قادر اقف ولا قدرت اتكلم لحبه كده. لا صعب. ده حاجه يعني كان ممكن الواحد يبطل تمثيل بعديها يتاذيك نفسيا شويه يعني صعب. وانا ساعتها روح راحت عشان احنا في مشهد مسؤولين عن البتاع ده اتبهدلوا جامد وهي مش مسؤوليه احمد بس هي خضه برضه ليه ما هو ده عشان ده يعني كان ده بايظ وهم اشتغلوا بيه برضه بتوع الانتاج. شوف الاهمال الصغير يعمل ايه بقى. كان في طفل حياته هتروح. بس المهم يعني يا جماعه الخلاصه ان فتحي طلع حاجه يعني بصوا لا ليوناردو دي كابريو من جوه من جوه خفيف والله من بره احلى